بكل الأعياد وبكل المناسبات دائماً الكشاف بيكون حاضر، دائماً شباب وصبايا الكنيسة تحت اسم الكنيسة اللي هن موجودين فيها بيطلقوا على حالهم اسم، بيكون لهم تجمعات. هي التجمعات هي تجمعات أخلاقية كشفية، تجمعات أيضاً بيقوموا فيها بأعمال خيرية. الكشاف، رح نحكي عن الكشاف ودوره بالأعياد خاصة وبجميع المناسبات. واليوم قديش حلو لما نحن نسمع إيقاع الكشاف أو كشاف الكنيسة، قديش قلبنا بيفرح، وخاصة نحن عم نكون ببيوتنا لأنه ملتزمين بالإجراءات الاحترازية مشان الكورونا. رح نحكي أكثر عن الكشاف، وبصرنا نرحب اليوم بكشاف أو بنحكي أكثر عن عمل الكشاف بكنيسة القديس مارلياس الغيور مع شادي بشور قائد السواعد والمرشدات ومسؤول الإعلام لفرقة المراسم. أهلا وسهلا فيك شادي، ميلاد مجيد. اهلا وسهلا فيكم، صباح الخير، ميلاد مجيد عليكم يا رب. نعاد عليك ميلاد مجيد. شادي كل عام وانت بخير، كل عام وجميع الفرقه الكشفيه بالف خير. يمكن بيفرح هيك قلبنا وقت نشوف تجمعات لعمل الخير للفرح، لنكون ايد وحده، سواعد ايد وحده بالكنيسه. خبرنا عن نشاطات الكشاف بظل فيروس كورونا، يعني يمكن شوي خفت النشاطات ولكن ما زالت قائمه ولكن ضمن الإجراءات الاحترازية. صباح خير، نعاد عليك يا رب. بداية نحن مثل كل سنة برنامج النشاطات بيبدأ من الصيف من بعد انتهاء المدارس. السنة شوي البرنامج كان مقتصر على المناسبات الدينية أكثر، يعني نشاطات الترفيهية، الرحلة، النشاطات الخارجية كانت قليلة كتير بسبب ظروف الفيروس. حتى التجمعات ضمن الكنيسة كانت مقتصرة على مجموعات صغيرة، يعني تم توزيع عناصر الفرقة الأخوة عنا لمجموعات صغيرة بحيث ما نتواجد كلياتنا بعدد كبير بقلب الكنيسة، وخصوصا مع بداية العمل بالمغارة، يعني فكانت كل مجموعة صغيرة تتناوب، يعني يشتغلوا عدد ساعات قليلة، تروح المجموعات تجي مجموعة ثانية، بحيث انه نحن نقلل عدد التواجد بقلب المغارة بقلب مكان العمل، خصوصا اذا كان تجمعات كبيرة يعني ضمن ظروف يعني معينة، خصوصا الفيروس هلا. الشيء الثاني كنا نلزم عناصرنا يعني الاخوة اللي عندنا بالكمامة، بالتعقيم، كل ما فاتوا كل ما طلعوا الغسيل حتى في إيدين. احيانا يعني بعرف ناس بيتدربوا اونلاين، كنتوا تفتحوا كاميرات او بس مباشر لبعض تماماً. وتتدربوا انتم ببيوتكم تماما، يعني كان في بعض الاجتماعات اللي كانت تصير اونلاين لنخبرهم شو بدنا نعمل، شو بدنا نساوي، حتى التدريب بالنوطه الموسيقيه يعني كان يصير يتم نقلها مثلا عن طريق الانترنت، انه بالبيت يعني عن طريق النت ينقلوها لبعضهم بحيث انه ما يجتمعوا، ما يصير في تجمعات كبيره بسبب الظرف اللي تبع الكورونا يعني. تمام شادي، خلينا نحكي اليوم الكشاف بالميلاد شو بيقدم؟ طبعا لعيد الفصح له شيء اصلا، او كمان بتشاركوا ببعض الاعراس اذا طلبتوا وبالاحزان ايضا. احكي لنا اليوم بعيد الميلاد انتم شو بتخصصوا له للعيد؟ هلا كل عيد له نكهه، كل موسم يعني كل موسم اعياد له نكهه، له نشاطاته، فرحه له شيء يعني له التفاصيل يلي هي ممكن ما بتظهر للخارج، ما بتشوفها العالم، يعني بتشوف هي بس العمل الاخير. هلا ضمن الكشاف في تفاصيل معينه، يعني الشغل بيصير بين الاخوه، نحن اللي بيهمنا اخر شيء الفرحه اللي بناخذها كرده فعل من الاهالي، نحن هذا اكثر شيء بيهمنا. انت لما تشتغلي اي شيء بغض النظر عن تعب ومجهود وظروف العمل، ظروف اجتماعيه ماديه وهلا امراض وصحه، نحن بيهمنا اخر شيء هي الضحكه، هي البسمه، يعني انت لما تشوفي الام جايبه ابنها مثلا عم يضحك مبسوط، انت بتنسي التعب، بتنسي الشيء اللي مرق معك مثلا بهالشهرين اللي مرقوا. هلا بالميلاد دائما فرحه الميلاد لانه هي فرحه الاضواء، فرحه البيوت بتزين، المحلات بتزين، الساحات، الشوارع، فدائما له نكهه خاصه. نحن الشيء اللي متعودين عليه بالكنيسه عنه وبالفرقه هي المغاره، يعني نحن صار لنا 17 سنه مستمرين بالمغاره رغم كل الظروف. صحيح. من 2004 وهلا نحن بال 2020، يعني نحن اول مغاره عملناها. يعني حتى نحن بمنطقه بنص الشام، هي المنطقه كمان هي تعرضت للقذائف، تعرضت كثير للقذائف، يعني نحن في من سنتين كنا عم نشتغل والقذائف عم تنزل
علينا يعني. صح. حتى يكون في اصابات، يكون في شهداء. نحن عم نشتغل يعني المناطق اللي حوالينا، البيوت اللي حوالينا كانت عم تتعرض للقصف يعني. هلا السنه شوي كان الوضع يعني، السنه الماضيه كان الوضع احسن شوي، السنه الوضع احسن باكثر موضوع القذائف وكذا، الحمد لله خلصنا منه يعني. هلا السنه شوي كان التعب اكثر هو موضوع الاقتصادي يعني، الكل شيء غلي، المواد غليت، بس هذا مثل ما يعني مثل ما حكينا دائما الفرحه اللي بنشوفها على الاطفال، الولد الصغير لما بشوف اخوه الكبير، عم بشوف اخوه الكبير عم يشتغل مثلا. هلا الشباب اللي عم تشتغل عندنا وقت ما بلشنا من 10 15 سنه مثلا، كان هو صغير عم يشوف اخواته الكبار عم يشتغلوا، هلا هو عم يشتغل، بكره بعد 5-6 سنين اخوه الصغير اللي عم يشوفه هلا بصير يشتغل. فهذا يعني هي احلى سمه بالميلاد، انه انت عم تطلعي جيل عم يعتمد على حاله، على حبه، على السلام، على التسامح، على الاخوه. هي اكثر سمه بالميلاد يلي يعني بيعيشوها الاطفال. مع صحيح السنه كانت مقصوره شوي، ضيقه، نحن بنعتبر حالنا قصرنا معهم لانه ظروف المرض هيك كانت يعني فرضت نفسها علينا. بنطلب منهم يسامحونا وان شاء الله السنين الجايه بتتعوض. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. يعني نحن بنتمنى انه السنين الجايه او السنه القادمه تكون اقل ازمات، اقل ضرر، اقل مرض. دائما يمكن البسمه اللي عم ترسموها على وجوه العالم اللي عم تفوتوا تزور المغاره هي بتنسيكم تعب الشغل. يمكن شهر اخذت معكم المغاره؟ اخذت معنا شهرين. شهرين. 1/10 بلشنا كان في تعب لواحد 12. تماما. قديش اليوم معاني الميلاد بتتجسد بهيدا المغارة اللي هي فايتين يزوروها كل السوريين من جميع الطوائف؟ مثل ما حكينا، الفرحة اللي بيعطيها الطفل أول ما يفوت هي جزء من معاني الميلاد. نعم. يعني هي نقطة من معاني الميلاد. النقاط الثانية اللي بنرسمها كفرقة مراسم نحن بموضوع الميلاد، في ناس بتجتمع يمكن ما بتقدر تشوف بعضها على مدار السنة ساعات قليلة، بالمغاره بالميلاد، الاخوه الكبار اللي عم تشتغل او اللي عم يدرس جامعات مع الاخوه الصغار مثلا مدارس كذا. فهي الجمعات الحلوه اللي بتصير، هي الطقوس اللي بتصير، الضحكه، التعب، الارهاق، يمكن الزعل، الخوف انه ما نلحق شغلنا على الوقت، نسارع الزمن، الظروف اللي بتصير مثلا مثل ما كانت ظروف مثلا قذائف تصير هلا ظروف انه هي الماده غليانه منين نجيب هي الماده، لا تجتمعوا بعضوا عن بعضكم، تضلك تابع على الاولاد. فرحه الميلاد هي الفرحه اللي يلي بترسميها اخر شيء ببسمه. لما بتيجي ختياره بتقول لك هي كثير حلو يعطيكم العافيه، او بتيجي ام بتقول لك مثلا ما شاء الله انه كثير انتم مشتغلين، قديش اخذتوا وقت، قديش تعبتوا مثلا، او بتشوفي مثلا ولد صغير ماسك هالشمعه مثلا بساحه الكنيسه وعم ينفخها يشغلها ويرجع يطفيها. يعني هي القصص الصغيره البسيطه اللي بترسم هي الفرحه الكبيره. هلا بالميلاد بتتجسد اكثر بوجود الكشاف، الفرقه الموسيقيه لما بتعزف، الولد لما بصير عنده هي الحشريه الحلوه تبع الطفل انه بده يجي يشوفه شلون عم يدق على الطبل مثلا، او شلون عم يزمر، او شلون عم يعزف هي المعزوفه. هي الفرحه اللي بتعطي هذا الوهج الكبير للميلاد، خصوصا ضمن هلا الوضع ما في تجمعات وما في يعني تواجد باماكن كثير. مثلا هلا صرنا نقتصر على وجودها مثلا بالمنزل شوي مع بعضنا بمنطقه صغيره بمكان صغير، ما نتجمع كثير، بس الحمد لله يعني مهم. ندعي انه السنه اللي جايه تكون احسن واريح ونحتفل بالميلاد مثل ما بنحبه اكثر ان شاء الله يا رب. سعدي كشاف كنيسه مار الياس الغيور، هو عمره تقريبا 40 عام تقريباً او اكثر، ولا تقريبا اكثر شوي او ما يقارب ال 40 عام. يعني اليوم يمكن انت قد صار لك بالكشاف؟ 10 سنين؟ أنا صار لي تقريباً من ال 94. أوه من ال 94، يعني كنت كمان من جيل لجيل. كنت يعني أنا بلشت بأول فرع بالكنيسة، يعني هن فرع السواعد، فرع الأشبال والزهرات، يعني بداية المدرسة يعني. آه يعني حلو. بداية المدرسة. تمام، لكن شادي بهالسنين الطويلة شو قدم لك الكشاف لإلك كإنسان، وكيف تطورتوا يعني وصرتوا عيلة وحدة؟ هلا كمبادئ الكشاف يعني اول ما يدخل الاخ الجديد لعنا في بنعلمه امور بسيطه، مبادئ الكشاف يعني انت شو جاي تعمل بالكشاف، انت ليش فايت لعنا، انت الكشاف مو بس انه والله عم تعزف على اله موسيقيه او انه عم تطلع رحله او عم تطلع نشاط، لا، الكشاف هو في خدمه بدك تقدمها انت، الخدمه لبلدك، الخدمه لله، الخدمه لاهلك، وخدمه الك
يعني انت جاي تخدم حالك بالنهايه، انت بدك تبني شخصيتك معنا، نحن جاي يعني نحن حنكون معك لنساعدك تبني شخصيتك، تقوي شخصيتك، تقوي شخصيتك بعلمك، تقوي شخصيتك باعتمادك على حالك، تقوي شخصيتك بالعمل التطوعي اللي انت بدك تقدمه للاخرين. صحيح. انت يعني وقت بدك تعمل اي خطوه، تعمل اي عمل، انت المفروض رغم كل شيء مآسي او صعوبات بحياتك، انت لما تقدم هي الخدمه بتقدمها بضحكه. الشخص اللي عم تقدم له هي الخدمه المفروض يشوفك انه انت انه خلص يتاكد انه طالعه من قلبك، طالعه من محبه، طالعه انه انت عم تعطيه شيء ما عم تمننه فيه. العمل التطوعي انك تعطي شيء ما تمني، ما تحسس الشخص اللي مقابلك انه انا عم بعمل لك، انا عم اقدم لك، لا. هي اهم نقطه بمبادئ الكشاف. المبدا الثاني او الشيء الثاني اللي بنشتغل عليه الشيء الاخلاقي، التربيه النفسيه، التربيه الفكريه للطفل. تمام. نحن بنعلمه على المحبه، بنعلمه انه رغم هذا رفيقك، هذا بالمدرسه، بالكشاف، بالبيت، قرايبك، كذا، هذا اخوك بالنهايه. بغض النظر شو مختلف عنك، شو انت، هو من عيله فقيره، من عيله منيحه، طويل، قصير، انت ما لك علاقه فيه، انت لك علاقه بتعاملك معه، انت بتحبه لو شو ما كان شكله، بتحبه لو شو ما كان عرقه، بتحبه لو شو ما كانت ديانته. ان كنت وين ما كنت تكون، بالكشاف، بالكنيسه، بالمدرسه، برحله، وين ما كنت تكون. الشيء الثالث اللي بنشتغل عليه بموضوع كطفوله، هي انت لما بدك تعمل اي شيء بغض النظر بالكشاف ولا بحياتك الاجتماعيه بحياتك بالبيت، تقدم شيء انت تكون حابه. حلو. انت لما بدك اي شخص بده انت ينتج اي شيء اذا ما انه حابه ما راح يبدع فيه. اكيد. ما يعني ما في يصير تعمل شيء انت مغصوب عليه، لا، اعمل شيء انت حابه، اعمل شيء انت رح تبدع فيه بعدين، كدراسه، كتعلم على اله موسيقيه، كنشاط، كاي شيء. يمكن اخ شادي فصلت عمل كل شريحة بالكشاف، يمكن الإرشاد يلي حكيت عنه هو إرشاد نفسي قبل ما يكون إرشاد لأنه زينوا، اعملوا، جيبوا، هو شيء نفسي يمكن بقوي الشخص بأخلاقه، بتعامله مع رفقاته. ما منميز نحن بين عرق، ما منميز بين لون، ما منميز أيضا بين الأديان، وهي أهم شيء. نحن بلد عم نرجع منقول سوريا الوحيدة اللي فيها جميع الالوان، دائما نحن سوا، يمكن بنساعد بعض، ما بنعرف بالمدرسه ما كنا نعرف هذا شو، هذا شو، اعيادنا هي مشتركه دائما. تماما. قديش كمان الارشاد النفسي مهم لانشاء خلينا نقول من اشبال وزهرات الى مرشدات الى سواعد قويه عرفانه شو بدها بالحياه. هلا دائما الشق النفسي هو اصعب بالنسبه لنا نحن مع الجيل السواعد والمرشدات، الجيل اللي فايت يعني طالع جديد، الصبيه الكبرانه، الشاب الكبران، الصغار لا بضل اهون شوي، يعني بلعبه بنشاط صغير ممكن تكسبيه الصغير، اما الجيل مثلا مثل بيقولوا اعمار متوسطه من الصف التاسع وبلش يطلع مثلا على الثانوي، هون شوي صعوبه معه نحن كشيء نفسي، كانه نحن نقدر نكسب هذا الشخص. هلا اهم نقطه نشتغل عليها نحن التشاركيه، يعني الصغير فيك تقول له صف واقف بالدور، وقف الطفل، اما الكبير مثلا الشاب الجديد وقف بصير يحكي مع رفيقه، بصير كذا، لا طيب شو رايكم؟ شو رايكم نوقف نحن؟ يعني دائما طريقة التعامل معهم هي اللي بتجيب النتيجة، يعني مثلا أنا فيني أفرض عليه وقف الدور، إذا ما بتوقف اليوم مالك عزف، بعاقبه مثلا، بس لا أنا بتجي مثلا أحسن، يعني دائما الطريقة النفسية يمكن الكلمة مسموعة أكثر. شو رايكم نوقف؟ شو رايكم نوقف؟ شو رايكم مثلا نحن نعمل هي الشغلة؟ شو رايكم مثلا نحن نشتغل على هذا الموضوع؟ ما تعوا اشتغلوا أو تعوا اعملوا أو تعوا كذا، لا، دائما يعني هي الكلمة طريقة التعامل كذا بتجذبه للشاب أكثر من الطفل. نعم سعدي، يعني نحن بدنا نتمنى لكم ميلاد مجيد، وان شاء الله اكثر من 40 عام، بتزدادوا قلق، بتزدادوا عطاء، بتزدادوا يمكن ثقافه اخلاقيه عم تنشروها بين الاجيال. بدنا نتشكرك كثير، موفقين يا رب، وينعاد عليك. الله يخليكم يا رب، شكرا كثير لكم، ينعاد عليكم، شكرا لوجودكم معنا بكنيستكم هي.
منعايدكم، منعايد الإخبارية السورية، منعايد جيشنا، قائدنا، منعايد كل عناصر الفرقة من صغير لكبير. أبونا الياس حبيب راعي الكنيسة، أبونا محنش شحادة مسؤول نشاطات بالكنيسة، نعم. الشيف نبيل بشور قائد الفرقة، وكل الشباب من صغير لكبير نعاد عليكم، ضلوا بهمتكم يا رب يا رب. ونحن بدورنا فريق الإخبارية السورية بعايدكم كتير وبيقلكم أنه أنتوا الشباب يلي نحن دائما منعول عليهم، شباب الكشاف. أيضا كل الشكر لكم على المغارة الجميلة اللي عملتوها، عزينة الكنيسة الحلوة، ميلاد مجيد عليك وعلى عائلتك، إن شاء الله بالصحة والسلام. الله يخليكم، ينعاد عليكم، الله يحمي الجميع. آمين. وبصحة وبأمان وبخير يا رب. شكرا لك.